عدد من الضحايا بين قتيل وجريح بتفجير سيارتين مفخختين استهدفت تجمعا للقوات الأمنية والحشد الشعبي في منطقة الجلام شمال محافظة صلاح الدين وسط العراق. وسبق ذلك أن شهد قضاء سمراء في صلاح الدين أيضا سقوط قذائف هون وعدة تفجيرات، فيما أفاد مصدر أمني بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الأمنية مسنودة بالحشد الشعبي وبين عناصر داعش في منطقة مكيشفية شمال سامراء، ما أدى لسقوط 3 قتلى و41 جريحا حسب مصادر محلية. وللوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من بغداد مراسلنا هناك حيدر قاسم. حيدر، لو بدأنا من آخر تطورات في سامراء تحديدا، هل من معلومات وتفاصيل حول الأحداث التي جرت هناك اليوم حول أعداد القتلى والجرحى؟ نعم، يعني هذه العملية بدأت بعملية سقوط عدد من قذائف الهاون على المدينة. طبعا تؤكد القوات الأمنية بأن مراكز الإطلاق كانت مراكز متحركة، أي يعني هذا الهاون كان قد نصب في عجلات بمحيط سامراء المقدسة، بالإضافة إلى يعني هجمات بعمليات تفجير، 5 هجمات طبعا في غرب سامراء وأيضا في شمال شرق هذه المدينة. طبعا هي استهدفت الأطواق الأولى، أي الحواجز الأولى لحماية هذه المدينة. تشير الإحصاءات إلى وجود 3 شهداء بالإضافة إلى ما يقرب من 41 جريح، بينهم 5 حالات بحالة خطرة. مجمل يعني من تم استهدافهم من قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي. طبعا تقدمت القوات إلى كيلومترات أبعد عن القضاء وقامت بإجراءات مشددة، وأيضا القطاعات المتقدمة في منطقة بكيشيفة القريبة من تكريت والقريبة من سامراء في شمالها اشتبكت مع هذه العصابات الإرهابية. وتشير يعني أحدث الإحصاءات إلى أنها قد استطاعت من قتل ما يقرب من 5 من مسلحي داعش، بالإضافة إلى أنها تقدمت عن الأماكن التي كانت قد تمركزت فيها إلى مناطق أبعد، أي مناطق قد تكون تسد حواجز يعني عمليات إطلاق الهاونات على قضاء سامراء. في الأنبار أيضا كانت هناك عمليات استطاعت يعني القوات العراقية من تحرير جسر، هذا الجسر طبعا يسمى جسر وحيد وهو جسر استراتيجي قريب من ناحية البغدادي، يربط الناحية بالقرى والمناطق التي تقع في شمال شرقها، بالإضافة إلى أن هذه القوات استطاعت من قتل 15 مسلح تابع لداعش وتدمير سيارتين، وكانت قبل يوم أو قبل ساعات استطاعت من تحرير ناحية جبة وهي أيضا تابعة لناحية البغدادي، وأيضا استطاعت القوات من قتل ما يقرب من 42 مسلح تابع لعناصر مسلحي داعش. هناك دعم للقطاعات في داخل مدينة الرمادي، وهناك أيضا تركيز يعني اليوم محافظة الأنبار هي من أولى أولويات القوات الأمنية لتحريرها، خاصة وهي وهذه العصابات تعيش في وسط هذه المدينة بانقطاع تام عن يعني المعاقل الرئيسة سواء في جنوب الموصل أو في مناطق الشرقاط. تحاول جاهدة هذه العناصر على مدى أيام إيصال المؤن أو المؤونة أو مد هؤلاء المسلحين بالسلاح، لكن أغلب الطرق قد تم قطعها وهذه الأرتال أو هذه العمليات عمليات إيصال يعني للمسلحين المؤونة قد تستهدف في مناطق بيجي أو في مناطق مكيشيفة، أي بالطريق الرابط بين صلاح الدين المجاور لمحافظة طلع. تقدمت القوات إلى كيلومترات أبعد عن القضاء وقامت بإجراءات مشددة، وأيضا القطاعات المتقدمة في منطقة بكيشيفة القريبة من تكريت والقريبة من سامراء في شمالها اشتبكت مع هذه العصابات الإرهابية. وتشير يعني أحدث الإحصاءات إلى أنها قد استطاعت من قتل ما يقرب من 5 من مسلحي داعش، بالإضافة إلى أنها تقدمت عن الأماكن التي كانت قد تمركزت فيها إلى مناطق أبعد، أي مناطق قد تكون تسد حواجز يعني عمليات إطلاق الهاونات على قضاء سامراء. في الأنبار أيضا كانت هناك عمليات استطاعت يعني القوات العراقية من تحرير جسر، هذا الجسر طبعا يسمى جسر وحيد وهو جسر استراتيجي قريب من ناحية البغدادي، يربط الناحية بالقرى والمناطق التي تقع في شمال شرقها، بالإضافة إلى أن هذه القوات استطاعت من قتل 15 مسلح تابع لداعش وتدمير سيارتين، وكانت قبل يوم أو قبل ساعات استطاعت من تحرير ناحية
جبة وهي أيضا تابعة لناحية البغدادي، وأيضا استطاعت القوات من قتل ما يقرب من 42 مسلح تابع لعناصر مسلحي داعش. هناك دعم للقطاعات في داخل مدينة الرمادي، وهناك أيضا تركيز، يعني اليوم محافظة الأنبار هي من أولى أولويات القوات الأمنية لتحريرها، خاصة وهي وهذه العصابات تعيش في وسط هذه المدينة بانقطاع تام الأمنية، بأن مراكز الإطلاق كانت مراكز متحركة، أي يعني هذا الهوى كان قد نصب في عجلات بمحيط سامراء المقدسة، بالإضافة إلى يعني هجمات بعمليات تفجير، 5 هجمات طبعا في غرب سامراء وأيضا في شمال شرق هذه المدينة. طبعا هي استهدفت الأطواق الأولى، أي الحواجز الأولى لحماية هذه المدينة. تشير الإحصاءات إلى وجود 3 شهداء، بالإضافة إلى ما يقرب من 41 جريح، بينهم 5 حالات بحالة خطرة. مجمل يعني من تم استهدافهم من قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي. طبعا تقدمت القوات إلى كيلومترات أبعد عن القضاء وقامت بإجراءات مشددة، وأيضا القطاعات المتقدمة في منطقة بكياشيفة القريبة من تكريت والقريبة من سامراء في شمالها اشتبكت مع هذه العصابات الإرهابية. وتشير يعني أحدث الإحصاءات إلى أنها قد استطاعت من قتل ما يقرب من 5 من مسلحي داعش، بالإضافة إلى أنها تقدمت عن الأماكن التي كانت قد تمركزت فيها إلى مناطق أبعد، أي مناطق قد تكون تسد حواجز يعني عمليات إطلاق الهاونات على قضاء سامراء. في الأنبار أيضا كانت هناك عمليات استطاعت يعني القوات العراقية من تحرير جسر، هذا الجسر طبعا يسمى جسر وحيد، وهو جسر استراتيجي قريب من ناحية البغدادي، يربط الناحية بالقرى والمناطق التي تقع